سوف نفتح هذه الباروي الجديدة. لكن قبل بداية الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وفعل الجرس. هذا هو صندوقها. طبعا هذه الدمية قد ظهرت في مسلسل باربي دريم هاوس ادفنتشرز، وكانت ترتدي هذه لبس السباحة. نعم هذه التعليمات، وهذه هي الشخصيات التي كانت، هذه ريناي، هذه باربي، وهذه باربي، وهذه أخواتها. شوف كبروا ستيسي. وهذه هي الشخصية. يمكننا اللعب فيها بالماء. أما الآن نفتحها. حذاءها قد خرج. الذي يقفز عليه الكلب، هذا هو الكلب. نضعه هنا وبعدها مع السلامة. هذا هو حذاء الدمية. كم هو صغير. نظارة السباحة أو لا أعرف ما اسمها، خلينا نسبح فيها. ومنشفة، وأيضا ميدالية، وكرة مكتوب عليها مالبو، وهذه قارورة المياه. لبس السباحة لونه وردي ومخطط بالأسود والأزرق وأيضا الأصفر، وهذا اللون مثل الفضي. مكتوب عليه مالبو، وإنه أيضا يفتح من الخلف. وطبعا فيه فتحة هنا، وهذا الشيء الأزرق لكي تستطيع بأن تسبح. سنجعلها تسبح في هذا الصندوق. هذه هي الأشياء الموجودة هنا التي كانت لدينا في اللعبة، وأيضا لدينا تعليمات. هذا عرفنا كيف نلعب بها، وأيضا اللعبة الدمية قد عرفنا كيف نلعب بها. إذا لا نحتاج إلى التعليمات. الآن سوف نعبئ الصندوق بالمياه. نحن بالعادة لا نحب وضع الدمى في المياه، لكن أهمنا بأن نجرب. أنا جاهزة. هيا ضع المياه. حسناً. هيا هيا هيا. سنضع المزيد. ملاحظة، الدمية لا تجلس. هيا هيا ضعوا لي المزيد. كان هذا رائع. المزيد. يبكي. أتعب الآن بالماء. آسف. تسبح باربي. سوف نحتاج إلى طوافة باربي، لكن هذه الطوافة لا تأتي مع هذه الدمية أو مع هذه الجولة. وأيضا لدينا طوافة أخرى. هذه هي طوافة الكلب. هذه لا تأتي مع اللعبة لكنها لدينا، فأحببنا بأن نضعها. تافي، أنتِ سباحة ماهرة أيضاً. بالتأكيد سوف نلعب بهذه الدمية في مسبح أكبر من هذا. هذا فقط لكي نجرب اللعبة يعني. يبي. وأيضاً لدينا هذه المنشفة. أنا حاضرة. يبي.
هيا بنشوف أيضا ما تأتي معها. هيا نلعب بالكرة يا تافي. لا لديها ميدالية وأعتقد أنها سوف تفوز. الفائزة هي باربي. أيضا يمكنها شرب المياه إذا شعرت بالعطش الشديد. السباحة متعبة لكنها ممتعة. وأيضا تذهب أن تستعمل منشفة لكي تنشف وجهها أو تنشف تافي كلبتها. زينة مثل هذا الكلب، لكن هو يفعل مثل الحركة لكن يختلف في العين. شباركم إياه. أوه يا إلهي لقد وقعت. هذا هو الكلب القديم الذي لدينا. هو مثله لكن انظروا هذا عينه تختلف عن عينه. هذا عينه فيها. وهذا الكلب يأتي مع هذه الطوافة وأيضا مع هذه الطوافة. هناك سنان من تافي. يا الغرابة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسون مشاركته مع أصدقائكم وأعطونا لايك وأيضا اشتركوا في القناة. حسنا أعتقد بأنه يجب أن يذهب الآن. مع السلامة.